صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نور ساد جوردان وعلى نور ساد تلفزيون تيلي لومير. بنصبح عليكم أنا والأب جورج شرايحة في هذا الصباح المبارك، وبندعو للجميع أيام مباركة وأعياد مباركة، وخاصة أننا نحتفل احتفلنا الأسبوع القادم يوم الخميس بعيد الصعود الإلهي، والأسبوع القادم سنحتفل أيضا بعيد العنصرة المبارك. حلقتنا اليوم راح تتحدث عن عيد الصعود، معانيه ومفاهيمه وأبعاده، أنا وأبونا جورج شرايحة، وأيضا ممكن يكون عندنا اتصالات من الكهنة أو من الأشخاص اللي بيحبوا إنهم يضيفوا مداخلات. طبعا مرحب بهم على الرقم الهاتف الموجود على أسفل الشاشة. فبالنسبة لبرامجنا لهذا الأسبوع، طبعا مثل متابعينا اللي عم بيتابعونا على صفحتنا شافوا نشاطات كثيرة، وخاصة ممكن نقول احتفالات نيل سر المناول المقدس القربان الأقدس بعد احتفالات عيد الفصح، عادة دائما بيجوا بعد الفصح المناولة الأولى. المناولة الأولى، وأيضا احتفالات التخريج. فمنقول مرة تانية ألف ألف مبروك لكل طلابنا اللي تخرجوا من الثانوية الثانوية العامة أو صف 12، بغض النظر اي جي اي بي انترناشونال، ثانوية عامة، ثانوية التربية والتعليم. بنقولهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا ربنا يسعدهم في مستقبلهم القادم ويحققوا إنجازات ويفرحوا أهليهم ويفرحوا بلدهم مجتمعهم بإنجازاتهم المميزة. فصباحك نور أبونا. صباحك نور دكتورتنا، وصباحكم نور أعزائي المشاهدين. أنا ناخذ البركة يا أبونا وننطلق في برنامجنا الصباحي. الله يخليك. قنداق عيد الصعود أو النشيد الذي يقال في عيد الصعود: اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. صعدت بمجد أيها المسيح الإله مفرحا تلاميذك بموعد الروح القدس، وقد تيقنوا بالبركة أنك أنت ابن الله المنقذ العالم. اصعد بنا إلى مجدك يا سيد، اصعد بنا يا يسوع إلى علياء مجدك كي نرتقي بالفهم والحكمة والتواضع إلى مجدك المقدس من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين يا رب. صلاة مقبولة يا أبونا، إن شاء الله ربنا يطرح البركة للجميع، وفي هذا الصعود نصعد كل أرواحنا وصلواتنا وأدعيتنا لربنا ينولنا النعم اللي عم ناخدها من هذا العيد اللي هو بنعتبره من أعظم الأعياد السيدية اللي بينتهي في بعد القيامة عيد الصعود. وكانوا بالزمانات أبونا، وما بعرف إلى حد الآن ولا لا، كان يعتبر عيد رسمي تعطل فيه كل الدوائر والمؤسسات المسيحية والمدارس نعم. فكان يعني يوم عطلة، يعني يتفرغ الإنسان فيه للصلاة. هو ما زال عطلة بس صادفت مع الاستقلال، فما نعم. عرفنا ليش عطلنا نعم. هو للاستقلال ولا للصعود حسب الكنيسة الغربية كان. نعم, نعم. فكان لا زالت عيد الصعود له بالزمانات أهمية كبرى، لأنه هو قمة أعياد السيدية ونهايتها وأعظمها، فكان لها مكانة كبيرة في مجتمعاتنا وفي جماعة المؤمنة المسيحية قبل العنصرة. نعم، إنه قبل العنصرة طبعا. هو زي ما بتعرفوا في اليوم يسوع عاش معنا على الأرض بعد قيامته 40 يوم، ومن الآيات التي ذكرت في الكتاب المقدس عن موضوع الصعود يعني بالأناجيل الأربعة، في الأناجيل الأربعة في آيات الذي قال هذا وارتفع إلى السماء وهم ينظرونه ثم حجبته سحابة عن أنظارهم، وهي من أعمال الرسل. ثم اقتادهم إلى خارج المدينة إلى بيت عنيا وباركهم رافعا يديه، وبينما كان يباركهم انفصل عنهم وأصعد إلى السماء. طبعا يسوع المسيح صعد من جبل الزيتون، وجبل الزيتون كان مأهول بالسكان، في عندك بيت عنيا نعم، والمناطق المحيطة.
لوقا، وبينما هم يحدقون إلى السماء وهو ينطلق إليها إذ رجلان قد ظهرا لهما بثياب بيض وقالا لهم: أيها الجليليون، لماذا تقفون ناظرين إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيعود منها مثل ما رأيتموه منطلقا إليها. وأيضا جاء في مرقس 16 ثم أن الرب بعدما كلمهم رفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. وأيضا يوحنا خرجت من عند الآب، خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم وها أنا أترك العالم وأعود إلى الآب. وأيضا يوحنا 14 في بيت أبي منازل كثيرة، ولو لم يكن الأمر كذلك لقلت لكم، فأني ذاهب لأعد لكم مكانا. وأيضا جاءت في رسائل بولس إلى تيموتاوس الأولى وباعتراف الجميع أن سر التقوى عظيم، الله ظهر في الجسد شهد الروح لبره، شاهدته الملائكة، بشر به بين الأمم، أؤمن به في العالم، ثم رفع في المجد. وأيضا يوحنا قال لها: لا تمسكي بي، فإني لم أصعد بعد إلى الآب، بل اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني سأصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فقال أيضا إنجيل يوحنا: فقال لهم يسوع: أنا باق معكم وقتا قليلا ثم أعود إلى الذي أرسلني. وأيضا بيوحنا: الحق الحق أقول لكم، إن من يؤمن بي يعمل الأعمال التي أنا أعملها بل يعمل أعظم منها، لأني ذاهب إلى أبي. فماذا لو رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان قبلا؟ أيضا في إنجيل يوحنا وفي أعمال الرسل: وإذ رفع إلى يمين الله وأخذ من الآب الروح القدس الموعود به أفاضه علينا، وما ترونه الآن وتسمعونه هو نتيجة لذلك. كل هذه الآيات، طبعا هذه بعض الآيات التي جاءت في موضوع الصعود التي قيلت وهي نهاية حياة يسوع على الأرض الأربعين يوما، وكان لابد أن يسوع يقضي الأربعين يوما مع التلاميذ ليفرح معهم، لأنهم هم فرحون بقيامة يسوع رب بالزبط المجد بالزبط. لأن يسوع الممجد القام من بين الأموات وانتصر على الموت. فرحوا التلاميذ إنه هذا الشخص اللي صار لنا ماشيين معاه هالثلاث سنين وهو يعلم ويبشر، مش معقول إنه هذا البطل يكون نهايته القبر. فكان إنه قيامته انتصار لإلهم، انتصار على هالمسيرة اللي مشيوها مع يسوع حيث تركوا كل إشي وتبعوه تعلموا منه، ففرحوا معهم ومع مريم العذراء إن يسوع قام ممجدا من بين الأموات. فكان لابد أن يقضي معهم 40 يوما، يأكل معهم، يشرب معهم، يحدثهم، يكلمهم عن أشياء كثيرة. عشان هيك مشهد الصعود أبونا يعني مثل ما أنا متخيلته كان بالنسبة لهم فرح، ما زعلوا، ما رجعوا زعلانين، بالعكس كانوا راجعين على العلية أو على أورشليم كانوا مبسوطين. نعم. مبسوطين، مش خائفين ولا إشي، كانوا مبسوطين لأنه يسوع قالهم إنه أنا باق معكم لأبد الأبدين. شافوه ممجد وظهر بعد القيامة إنه بطل إله يعني إنه مات وقبر وانتهت الحكاية. مزبوط. فهذا الانتصار الكبير تحكي لنا عنه أبونا. لا. كمان نظرة اللاهوتية. نعم. أيضا بداية دكتورة بنسميه عيد الوداع، يعني هي آخر لقاء بالجسد بين يسوع وتلاميذه. لنقول الفاصل الزمني ما بين السماء والأرض هو عيد الصعود. يعني آخر لقاء بالجسد، وسوف يتم فيما بعد هذا الرجاء، هذا العزاء، هذا الفرح اللي حضرتك تحدثتي عنه. ما سببه؟ ما سبب هذا الرجاء العظيم عند التلاميذ؟ توصية يسوع، عزاء يسوع لهم عندما قال لهم لن أترككم يتامى، سأبعث لكم الروح القدس. فهالشجاعة اللي بنشوفها وهالفرح العظيم اللي حضرتك أعطيتها المقدمة الرائعة والشواهد الكتابية بالكتاب المقدس اللي لا لبس فيها، يعني مش إنه هيك حدث عابر بواحد من الأناجيل، لا، الأناجيل، الرسائل، الأعمال الرسل، يعني كلها أجمعت على هذا الفاصل الزمني ما بين السماء والأرض، ما بين الاستعداد
الوعد الذي قطعه يسوع لهم: لن أترككم يتامى. وقبل قليل سمعنا حضرتك بتحكي شواهد الكتاب عند أبي منازل كثيرة، ولو لم يكن لقلت لكم أني ذاهب لأعد لكم مكانا. فالفكرة أنه عيد الصعود مرحلة زمنية فتحت سفر أعمال الرسل وفتحت سفر علي الصهيون. الانطلاقة بهذه الشجاعة، بهذه القوة، لم يبقى منهم من يشكك، لم يبقى منهم من خائف. بطرس اللي كان خائف تقوى، توما اللي كان مشكك أيقن باليقين وبلمس اليدين. فيسوع ما تركهم ومشي، لا، بل أعطاهم هذا العزاء، هذا الرجاء، هذه القوة اللي إحنا اليوم قاعدين نتمتع فيها بسبب مجهود العظيم اللي قاموا فيه بسفر أعمال الرسل. هي الكنيسة الأولى، الجماعة المسيحية الأولى، اللي ما زلنا بالألفية الثالثة، داخلين على الألفية الثالثة، وكنا ما زلنا بهذا الفرح، هذا الرجاء، هذه القوة التي تعزينا بصعود يسوع. فنطلب منه بالصلاة أن أصعدنا، ارتقي فينا، ارفع مستوانا، خلي كلامنا يكون موزون، خلي ألفاظنا تكون طيبة وحلوة، اصعد فينا يعني ارتقي فينا، يعني خلي مستوانا، لأنه إحنا البشر في عنا أخطاءنا وهفواتنا وأرضياتنا وشهواتنا بتنزلنا لتحت. هي أما بسميها الشهوات الجاذبية نحو الأرض، زي قوة الجاذبية تبعت نيوتن. ولكن مش بس 9.9 قوة أعلى بتشدنا للأرض، ولكن صعود يسوع هو هذا اللي أعطانا الارتقاء. كل ما نظرنا إلى السماء، إلى هذا الحدث المفصلي الهام في تاريخ الكنيسة، كلما انتقلنا وصعدنا وارتقينا. طبعا احنا بانتظار اسئلتكم، وبلشت في بعض الاسئلة عم تيجينا من المشاهدين المتابعين. طبعا نشكر كل الاشخاص اللي على البث المباشر، على اللايف، منقول لهم صباحكم نور، لأم فادي، إيفون حتر، وأيضا تحية خاصة لأنه يعني متابعة مستمرة، صديقة البرنامج، وماجد البير، أصعد يا رب إلى السماء خطايانا لنغفرها وطلباتنا لنحققها التي أثق بك وبرحمتك، عيد مبارك للعالم أجمع. شكرا يا ماجد البير. وأم لؤي، ومن أقولك صباح النور، يازي حبيب، ومناهي إبراهيم قاقيش، وبشرى اليعقوب، صباحكم نور، وسامر البلة، وأيضا نور عياد، وسلوى نصر الله الطيار، وأسمى الياس شويحات، وإليزابيث فقس، فادي عبد الله، أوديت الدير، وأحمد السمري. طبعا جميعهم بيصبحوا علينا وبيتمنوا لنا أبونا عياد مبارك بعيد الصعود. طبعا بانتظار أسئلتكم، وأيضا سهام برو كمان، أيضا كمان شوي إحنا سنجيب على سؤالك يا أخت سهام. معنا اتصال من الدكتور جلال الفاخوري، وهو أيضا من صديق ومتابعين المخلصين لبرنامجنا صباحكم نور. فصباحك نور دكتور. صباح النور، عم نسمعك دكتور، تفضل. تفضل دكتور. شباب الاتصال بعده موجود؟ دكتور عم تسمعنا من التلفزيون، ممكن تبتعد عن التلفزيون او توطي الصوت. صباح الخير وصباح النور. صباح النور، هلا دكتور. ابونا شرايحك، خلينا اياك دكتور. ترفعوا الصوت شباب شوي. صباح الخير لكم كلكم. تسلم تسلم دكتور. سلامات سلامات يا دكتور. سر الصعود. نعم. وطي التلفزيون دكتور عشان تعرف تسمعنا. لا بحكي من التلفون. نعم. عم بحكي من التلفون. تفضل. عم بحكي من التلفون أنا. تفضل تفضل سامعينا. الصعود، سر الصعود يرتبط بالميلاد والقيامة. لاكتمال هذه الشخصية وهذا الجسد المسيحي، فغير مفصول عن الميلاد ولا عن القيامة. الناحية الثانية أن الصعود يؤكد أمجاده في الأرض، أمجاد السيد المسيح في الأرض، وليربط بين الإنسان والسماء هذا الرباط لأسمناه الصعود، هو وجود السيد المسيح
ما عاد على الأرض، عاد في السماء. نعم. بمعنى ثاني أن سر الصعود هو مرتبط بوجود الإنسان كإله صغير على الأرض، ومرتبط بالميلاد والقيامة. يعني أرجو التأكيد على الناحيتين. نعم. هدول يعني. نعم. تمام دكتور. بتحب تضيف شيء ثاني؟ تمام، شكرا لك دكتور. شكرا لك. شكرا شكرا. يعني هو هذا الربط بين الميلاد القيامة والصعود، طبعا هي حلقة متكاملة. نعم. فلا تنفصل عنها، ومثل ما حكينا انه قمة الأعياد السيدية هي الصعود، عيد الصعود. فعندك الميلاد والعماد والبشارة. نعم. صحيح. وأيضا من الأعياد السيدية. نعم. بيعجبني دكتورة. نعم. بيعجبني دكتورة بالكنائس. نعم. بالكنائس البيزنطية، انه اول ما بتفوتي من الباب الجانبي تاع اي كنيسه بيزنطيه. نعم. سواء روم كاثوليك او روم ارثوذكس. نعم. نعم. بتفوتي بتلاقي على ايدك اليمين اول ما بتفوتي ايقونه البشاره. نعم. ومن ثم تتسلسل الاحداث بهذا. نعم. الرباط اللي تحدث عنه الدكتور. نعم. جلال، تظهر عظمه ومجد السيد المسيح وتحقيق نبوءات العهد القديم. نعم. انه يعني الشعب ما تفاجأ بيسوع، مفروض. نعم. هم عارفين هذا من بداية الأنبياء، وهم بيحكوا من مئات السنين عن هذا الحدث. فبتبلش الأيقونات ترسم. لما بتوصلوا عند الصعود، اللي بتأمل بأيقونة الصعود بيشوف فيها يعني أيقونة متحركة، الأشخاص اللي فيها والفن البيزنطي الأيقونات كيف معبر عن هالفرح اللي شافوه، يعني عم بيشوفوه. يعني أنا لما بشرح بالتعليم المسيحي للأولاد بقولهم بتعرفوا سوبرمان؟ هو يسوع سوبرمان، لأنه مش لأنه طار وصعد. يسوع سوبرمان لأنه فعلا بالعربي هو الإنسان الكامل. نعم. يعني ملء الإنسان. شو يعني سوبرمان؟ اللي هو الإنسان في 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 كماله، في صورته التي خلقها الله وقال أنها حسنة جدا. نعم. مثل ما تكلم أشعيا النبي، كان يعني أن تحكي عن الربط بين العهد القديم والعهد الجديد، فما جاء هو جاء ليكمل ما جاء في نبوءات الأنبياء. نعم. فلما قال أشعيا استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة، فإنه هكذا قال الرب مجانا بعتم وبلا فضة تفكون، لذلك يعرف شعبي اسمي، لذلك في ذلك اليوم يعرفون إني أنا هو المتكلم، ها أنا ذا، ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، المبشر بالخير المخبر بالخلاص، القائل لصهيون قد ملك الإلهك، صوت مراقبيك يرفعون صوتهم يترنمون معا لأنهم يبصرون عينا لعين عند رجوع الرب إلى صهيون. أشيدي ترنمي معا يا خرب أورشليم، لأن الرب قد عز شعبه فدى أورشليم، قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. نعم. أشعيا النبي تنبأ عن هذا المجد العظيم اللي هي القيامة، قيامة السيد المسيح من بين. نعم. الأموات وصعوده. بالضبط. عن جبل الزيتون في أورشليم. كرر أشعيا النبي كلمة يرى كمان مرتين متتاليتين بقوله يرى نسلا تطول أيامه، وأيضا في قوله يرى ويشبع، عشان يأكد حقيقة القيامة المجيدة، أن السيد المسيح قام بجسده اللي نزل وتجسد به. صحيح. ورفع بالجسد، الجسد هذا الذي أعطي للإنسان، لأن الرب بلا جسد هو في الأصل، لكن عندما تجسد وأعطي جسد الإنسان الذي خلقه الله على صورته ومثاله فرفع، كان قصد كبير أن يرفع السيد المسيح بجسد هذا الإنسان البشري عشان يرفع الإنسان بجسده الأرضي، يرفع ويطلع إلى السماء. نعم. فهذا تكريم للبشرية وتكريم للإنسان اللي خلقه السيد المسيح، أنه يرفع السيد المسيح بجسد الأرضي.
100% صحيح. يعني هاي الأحداث المتتالية ومدة الأربعين يوم دائما في عليها تساؤلات كثير. هاي المدة شو عمل فيها يسوع؟ هل كان إنسانا كاملا؟ هل كان بالروح يتعامل؟ هل كان في حاجاته البيولوجية؟ نعم. لما بنشوف مع تلميذي عماوس لما بنشوفه أكل والسمك نعم. وشوى وتأكيدا على كرامة هذا الجسد أيضا نعم. يعدنا نحن أيضا بقيامة الأجساد في الدينونة العظيمة في يوم ما ستعود هذه الأجساد إلى مقر السماء إلى حيث يسوع. يعني مش بس الأرواح, يعني مش هذا الجسد في مثلا بعض الثقافات بحرقوا الجسد مثلا نعم. أو بزتوه بالبحر نعم. في ثقافات مختلفة. لا, احنا بالمسيحية نكرم هذا الجسد في حياته وفي مماته أيضا كرامة هذا الجسد نعم. اللي أعطيه بالضبط, وهذا الجسد اللي رفع إلى السماء لتكرم ربنا أن يرفع بالزبط. هذا الجسد جسد السيدة العذراء كمان طبعاً. اللي حملت يسوع المسيح أيضا رفع الجسد إلى السماء نعم. إذن هذه المدة الأيام ثبت فيها يسوع عقيدة التلاميذ نعم. شدد قواهم نعم. لأن شفناهم إحنا بعد حتى بعد القيامة حتى نعم. بعد القيامة نعم. حدا صدق وحدا ما صدق. يعني لا أصدق إن لم أرى بعيني إن لم أشوف الواقع. يعني حتى بعد القيامة وفي لحظة الصلب كانت يعني تشتتت الخراف فضاعت كغنم نعم. لا راعي لها نعم. يعني شفنا التلاميذ بأضعف أوقاتهم. هذا المعلم العظيم اللي طعم عشرات الآلاف العالم البشري المعجزات الأعمال, يعني هذا الأحداث العظيمة هيك بكل سهولة على خشبة يصلب وكالمجرمين. يعني انهزت ثقتهم, تعب وضاعوا. ونشوف أكثر واحد بالتلاميذ كان نشيط ويتحرك ويساعد ويجب بنشوفه هو خائن, بنشوفه بيسلم يسوع يهوذا اللي كان هو اللي مهتم بالأمور اللوجستية كان يعمل عمل عظيم في الجماعة. تشتتت التلاميذ وحتى بعد القيامة احتاجوا للأربعين يوم. غير الاستهزاء اللي تم الاستهزاء بهم من عائلاتهم انه تركتوا كل اشي وتبعتوه وهي مات وانتهت القصة والحكاية, فرجعوا كل واحد الى قريته مثل ما تقول هيك يحملوا ذيال الخيبة وانه راح بالضبط. يعني راح هذا الشخص اللي مشيتوا وبعتوا كل شيء عشانه, تركتوا عائلاتكم وولادكم نسوانكم بيتكم شغلكم. يعني معظمهم كانوا صيادي السمك. تأكيدا على كلام حضرتك دكتورة, هذا بالضبط ما تفوه به تلميذي عماوس وحكوله حكوله ليسوع. قالوا له أولست من أورشليم؟ أنت ما بتعرف هذا المعلم هذا اللي عمل وسوى وهيك كيف مسكوا اليهود, وهذا هو اليوم الثالث اللي كنا نفكره يعني شغل كبير, هيو ميت ولا حس ولا خبر. نعم. فبلش يشرح لهم هذا موضوع بفسروا اللاهوتيين انه الشرح يسوع هو مش زي ما بنفكر انها خمس دقائق قاعد معاهم وهيك. احنا لما يعني هو لما يقول لك شرح لهم الانبياء والعهد يعني اعطاهم محاضره نعم يعني فهمهم مش خمس دقائق. بات عندهم اكل مع انه بالضبط. فيعني هاي كلها كان بحاجه ان يثبت عقيدتهم, بحاجه ان يثبت ايمانهم نعم. بكل فاخذ وقت يعني اخذ مجهود يسوع, فاحتاج مده الأربعين يوم. ولا كان بيعطيهم الروح القدس لما صعد نعم. ليش خلى هالفتره هاي نعم. الجواب انه عشان يتقوى. نعم يتقوى في إيمانهم وتمسكوا فيه وثبتوا فيه, وبعدين عشان ينالوا الفرح اللي أنا مش جيت عفوا نعم ما جيت خيبة أمل لكم أحبطكم ولا إنه بالعكس أنا لا قوتكم. بالعكس أنا رح أرفعكم ورح أفرح معكم إنه لفرحكم إنه هاي قام يعني البشرة حدث يعني عظيم. حدث عظيم هي الإنجيل البشرة. وعندما قالت هذا واحد من الأسئلة إنه مريم المجدلية قالها وتشبثت به وقالت لها ما تمسكيني, فقال لها لا تمسكي بي فإني لم أصعد بعد إلى الآب بل أذهب إلى أخوتي وأقول لهم إني سأصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فبتقول إنه شرح لماذا لا ما كان بده إياها تمسكه إنه لم أمجد بعد. فأبونا يعني باعتقادي الشرح ومثل ما أنا بسمع من الأباء اللاهوتيين بخصوص أنه ما تمسكيني, وقالوا مريم المجدلية أول ما شبثت فيه فكرته أنه رح يروح رح يذهب ويختفي, فكرته خيال أو شيء وظلت تتأكد. فمسكت فيه مسكت فيه وصارت تشد فيه عم بتخيل المشهد
هي تم مسكت فيه بدها تتأكد انه حقيقي، ومن كتر ما هي متشبثة فيه بدها شيء يترك ويروح عشان ممكن بدها تمسكه، بتجره عند التلاميذ وتقول لهم هيو. قام من بين الأموات بجسده فحكى له ألا ما تمسكيني، أنا لسه ما صعدت، ما رح أصعد، رح أضلني شوي معاكم، خبري إخوتي أني أنا سوف أراهم. إيه نعم. فأعتقد أنه هذا هو يعني السبب أنه ما تمسكيني، أنا لسه لم أمجد، لم أصعد إلى السماوات، رح أضلني معكم فترة. فهذه كمان تأكيد على هالزمن والفترة الزمنية اللي بقي السيد المسيح مع التلاميذ خلال الأربعين يوم، وظهر لهم عدة مرات، مش نعم. مرة واحدة، أكل معهم، شرب معهم، مشي معهم، نام معهم، فاق معهم، فأيضا كان يختفي. نعم. يختفي لأنه هو ما بين الأرض والسماء. نعم. يعني هو من السماء وجاء وتجسد على الأرض، لكنه لا زال في السماء. فحتى لو قام من بين الأموات هو كان لا زال في السماء وأيضا على الأرض، مش إنه مفصول عن السماء والأرض وجوده على الأرض خلال الأربعين يوم. نعم. يعني هو موضوع لاهوتي فلسفي، يعني نعم. مش من السهل الواحد يعني مش واحد زائد واحد يساوي اثنين. نعم. هي في إلها أبعاد يعني. نعم. أول شغلة بدنا نشوف المشهد اللي قبل ذلك. نعم. نشوف نفسية النساء. النساء. اللي نعم. فكرًا بالحجر الكبير اللي مسكر القبر، بفكرًا بي 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 بالصعوبات اللي راح تواجههم، إنه من يزحزح لنا، يدحرج من يدحرج الحجر، هذا همهم بهال هالإشي الكبير اللي راح يفصلهم عن يسوع. لما شافته كان يسوع بلشت بالمراحل يظهر لاهوته بشكل أكثر إذا جاز التعبير بدقة بين مزدوجين زي ما بحكوا، أن يظهر لاهوته أكثر من ناسوته. هلا لم ينفصل أبدا، لا في أي لحظة من اللحظات أن لم ينفصل لاهوته عن ناسوته، ولكن في مراحل معينة، خلينا إذا جاز التعبير يعني، وأنا بحب يعني كثير أكون دقيق بالمصطلحات، لأنه باللاهوت وبالعقائد يعني مش أي كاهن بقدر يحكي بهاي المواضيع، يعني هي في أشخاص دارسين ومتخصصين في هذه العلوم، يعني هذه علوم مستقلة بحد ذاتها، ولكن أنا بحاول بتفسير تطبيقي يعني يقدر يفهمه أستاذ الجامعة ويقدر يفهمه طالب المدرسة، يعني بإشي مبسط بدون نفوت بعمق الموضوع. ولكن يسوع أصبح في مرحلة جديدة بعد نعم. القيامة، وهذا الجسد أصبح جسدا ممجدا نورانيا يختلف في 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 مضمونه عن أجسادنا نحن نعم. البشر، زي ما تفضلتي، هو حتى لما مات على الصليب دكتورة ما انفصل نعم. ما انفصل عن السماء الإله ولا عن الإنسان المتجسد، وأيضا حياته الأرضية خلال 33 سنة بالزبط. لم ينفصل هو بالضبط. فلذلك ليش لا تلمسيني؟ لا تلمسيني لأنه كان في مرحلة إعدادية لشيء ما، ولا وإلا ماذا يفسر أن قال لتوما المسني؟ لماذا نعم. قال لها لا تلمسيني وقال لا تمسكي بي؟ حسب تيموتاوس يوحنا 20:17 فقال لها لا تمسكي بي، وفي بعض الآيات الأخرى لا تتشبثي بي ولا تلمسيني كمان. وفي بعض الآيات لا تلمسيني فإني لم أصعد بعد إلى الآب، بل اذهبي إلى أخوتي وأقولي لهم إني سأصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وأيضا جاء إنني سأصعد لكن بعد قليل، يعني بعد مدة قليلة من الزمن. نعم. فيعني هذه ال مديش أقول تفاوت ببعض الكلمات، هي خاصة أنها ترجمات. نعم بالضبط. أن تمسكي، تتشبثي، تلمسي، ما توقفيني، ما تعطليني، يعني ما تخافيش، أنا معكم هالفترة هذه. فهي بدها تأكد تمسكه، بدها تأكد للتلاميذ أنها شافته، لأنه أكيد ما رح يصدقوها. جميل شرحك دكتورة عن جد، يعني ما خطرت ببالي مرة. يعني هي مسكت فيه عشان خافت يهرب أو يطير، ما صدقت ولقته زي ما بحكوا. فكان هذا هو السبب. أنا بعتقد أنه جاوبنا على الأخت اللي سألت ما معنى لا تلمسيني، إذن هو كان روح أم جسد؟ لا، جسد كان هو ممجد. جسد ممجد، ما بين الروح وما بين الجسد الأرضي، لكن إحنا في كتير في
مشاهدات بعد القيامة إنه حكى لتوما الميسيني المسني، مش معناته إنه سمح للرجال اللمس ومش سمح للنساء اللمس، هدول اللي بينادوا بحقوق النساء والمرأة، إنه أعطى ميزة بين المرأة والرجل إنه المسني يا توما بس هي مريم المجدلية ما تمسك ما أكيد. تمسكني. لا، اللي بيفسر هذا التفسير يعني خاطئ بهذا التفسير طبعا. مش هذا قصده، ما أعطى السيد المسيح إنه تمايز أو مميزة بين المرأة والرجل، ولكن كان قصده أنه ما تمسكينيش بهالطريقة هذه، أنا سأبقى معكم، رح أظهر للرسل ورح أحكي معكم وأكل معكم وأشرب معكم بهذه الفترة القليلة اللي باقية معكم فيها أنا قبل أن أرفع إلى السماء. فمارلين الحدوة من مندوبتنا نعم بالأراضي المقدسة، يسعد صباحكم يا رب، وخلينا دائما فرحين مثل ما أوصانا السيد المسيح، الفرح سر السعادة، نبدأ من الفرح الداخلي ومن ثم الفرح الخارجي. مع تحياتي مارلين الحدوة. شكرا لك يا مارلين، وأيضا شكرا على التقارير اللي بتنقليها من الأراضي المقدسة. وصباحكم نور أم عادل النبري وكنار استفان وريت الريحاني وكل من بيتابعنا على صفحتنا على فيسبوك. نعم يعني. فأبونا بالنسبة نعم. لموضوع الاستقبال لمن اشترى خليقته، يسوع المسيح اشترى خليقته وأظهر محبته للخليقة وأبطل افتراءات إبليس ضد الله. ما هذا الحب الكبير الذي ترنمت له مئات الملايين ربوات وربوات من الملائكة وسوف تردد أصداؤه إلى أبد الدهور. لقد رفع السيد المسيح رأس البشرية، بل هو نفسه صار رأسا لها بالنسبة لمن آمنوا به وصاروا أولادا لله. وعند صعود السيد المسيح للسماء صارت الكنيسة ممتدة من الأرض إلى السماء، لأن رأسها قد دخل إلى المقادس السماوية الموضع الذي لم يدخل إليه ذو طبيعة بشرية. إن صليب السيد المسيح قد صار مثل سلم يعقوب الذي وقف الرب عليه وكان مرتكزا على الأرض ورأسه يمس السماء، وعلى الصعيد على الصليب كانت الصعيد المقبولة التي اشتمها الأب للرضا والسرور. وليس هناك أروع من هذا الإعلان عن حب الله وعن قداسته وعدله في آن واحد. لذلك صارت أنشودة السمائيين هي أنهم يرسلون تسبيح الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا. طبعا هذه الآيات وأيضا الشرح موجود في كنائسنا، موجود عندما بصلواتنا عندما نمجد الله في عيد الصعود. فنرجع للمشهد عيد الصعود، هو كان في جبل الزيتون. من رأى هذا المشهد أبونا؟ بالحقيقة في عنا جواب من مصدرين، نعم. إما الكتاب المقدس الإنجيل يعني، نعم. وإما ما يسمى بتقليد الرسل في الكنيسة الأولى، نعم. يعني مثلا بالإنجيل ما بحكي إنه العذراء كانت موجودة، بالأيقوني صورة العذراء موجودة معهم، نعم. فبحثت عن الموضوع أنا يعني إنه هل العذراء شهدت صعود يسوع، نعم. كانت زعلانة إنه ابنها صعد وتركها، كانت فرحانة. بالأيقوني بتبين إنها كانت في حالة ثبات، نعم. التلاميذ كل واحد بالأيقوني عامل حركة معينة، اللي عامل هيك اللي عامل هيك، إلا أيقونة العذراء جوا الأيقونة الصعود ثابتة، يعني ردة فعلها متزنة، نعم. في لحظتها في لحظة الصعود يظهر المشهد بخلفية الرسل، يعني من حيث القنداق اللي بلشت فيه، النشيد اللي بلشت صعدت بمجد أيها المسيح ببداية الصلاة، هذا توارثنا من القرون الأولى للجماعة المسيحية الأولى، نقول المئة سنة الأولى وما بعد المئوية الأولى من عمر الكنيسة. في المئوية الأولى كتبوا القديسين، ومن بين كتاباتهم هاي إنه ابتهجت العذراء عندما شاهدت صعودك أيها الملك العظيم يا مجد المسيح، شافت ابنها بعدها الألام وبعدها التعب وبعدها المشوار الطويل عم بيكون عنده قوة إلهية، ولا بل هو إله يعني بهذه المشهد العظيم. فالأيقونة وكأنها مقسومة إلى
خاص وعام، خاص وعام على كما يقابل مشهد العلية اللي كانوا في كثير مؤمنين وصاروا بالمئات، ولكن في 12 رسول حتى بعد ما شنق نفسه يهوذا انتخبوا بالانتخاب التلميذ المتية ودخل جماعة، فكانوا 12 أساسيين، ومن ثم بدأوا ينتخبوا بشمامسة. كذلك وفي العنصرة في أشخاص خاصين بيسوع، أكثر أشخاص كانوا مقربين من يسوع في حياته، يوحنا الحبيب مثلا أكثرهم، وبنشوف باقي التلاميذ هامة الرسل، بنشوف تلاميذ المحببين إلى يسوع وخاصته، ولكن وكأنه في خلفية لهذا المشهد. هذه الخلفية أنه في ناس موجودين زي ما تفضلتي بداية الحلقة وحكيتي أنها منطقة آهلة بالسكان، وما زال حتى اليوم شجر الزيتون في بستان الزيتون، يعني اللي بيزور بيشوف هذه آلاف السنين، آلاف السنين عمر المنطقة، وهي من أقدم المناطق اللي عرفت الحضارة، والإمبراطورية الرومانية أسست في القدس وفي مناطق فلسطين، يعني كان في لهم الوالي وكان في لهم النفوذ السياسي، وكان فالمشهد هو كان مشهدا عاما وكان مشهدا خاصة في 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 ذات الوقت نفسه. في أكثر من حدث في الكتاب المقدس نشوف إشي بخص مجموعة من التلاميذ وإشي عام. لماذا تكلمهم بالأمثال أما لنا فتشرح لنا الأمثال، أما هم فبالأمثال أكلمهم. هم يعني في 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 ناس يعني مش مصدقين، ناس مصدقين، ولكن لما بيحكي للتلاميذ بيكون على يقين انه هدول هم اللي راح يوصلوا البشار، اذهبوا الى المسكونة كلها، عمدوهم، تلمذوهم، بيحكي معهم بثقة وعارف انهم راح يلبوا الدعاء، لا سيما بعد ان ينالوا نعمة الروح القدس. يعني بنعمة الروح القدس واحد من التلاميذ كان يحكي عربي، واحد كان يحكي عبراني، واحد صار يحكي يوناني، وكأن في هذه العنصرة عهد الجديد وإلغاء عهد بابل، بلبلة الألسن اللي تحدوا فيها ربنا وإعطاهم اللغات، بطل المهندسين والإنشائيين يفهموا على بعض وأعطاهم في هذا حدثا جديدا. إذن فرح الصعود كان على رجاء العنصرة، على رجاء نيل المواهب، كانوا يستنوا يقوموا موتى يشفعوا عميان. ليس لي مال ولا فضة، قال له بطرس، ولكن عندي نعمة الروح القدس بيسوع المسيح، بقول لك قوم امشي، مش راح أعطيك اليوم وبكرة ما أعطيك وأضل تتسوى، لا قوم امشي على رجلك واشتغل وانتج، مش راح أطعميك سمكة، راح أعلمك كيف تصيد السمك. وهذه القوة العظيمة زلزلت السجن، انشق السجن كلياته وفتح بس من صلاة القديسين. يعني تخيلي قديش أخذ قوة أولئك الصيادين البسطاء الضعفاء. يعني تخيلي واحد بيضل حاطها السنارة وبقعد بالساعات مشان تطلع له ولا ما تطلع له سمكة، شو هالصبر، شو هالجلد، شو هالبؤس صراحة، يعني انه يكون هذا مصدر رزقه الوحيد مستني هالسمكة. شوف قديش هذول الأشخاص أصبحوا جزيلي الحكمة، أصبحوا أشخاص مميزين، بقنعوا فلاسفة اليونان. بنشوف نقاشات بولس معهم، يعني يقول بولس مختلف عن باقي التلاميذ انه اوريدي متعلم يعني وحاصل على شهايد علميه اذا جاز التعبير كبيره، ومتعلم باصول الكتاب المقدس طبعا العهد القديم، ولكن اصبح معلم الكنيسه واصبح المبشر الاول بالكنيسه ووصل بالمسيحيه الى المسكونه كلها. يعني اللي عمله القديس بولس يعني اذا جاز التعبير هو المبشر الاول في تاريخ كنيستنا. يعني نشوف التلاميذ كيف بلشوا بالقدس وبلشوا من أصل يهودي وبلشوا مع الناس الأوريدي فاهمين، زي ما حكينا بداية حديثنا إنه هذول الأشخاص عارفين بالأوريدي بالكتاب المقدس إنه فيه المسيح يجي، بس الصعوبة وين للوثني؟ الصعوبة لما تروح على اليونان على تبعين الفلسفة بدك تحكي لهم عن يسوع، عندهم 12 13 15 كل صنم، إله الحب، إله العطاء، إلى قالهم وهذا لمن؟ قالهم هذا الإله المجهول. فلف عليهم بولس الإله المجهول الذي أنتم لا تعلم هو إلهي الذي أنا أسبحه لأنه الرب يسوع المسيح، فهمهم شو الشغلة وآمن به بهذاك الوقت المئات.
فشوفي كيف ربنا لما بحط الحكمة. يعني مرات كثير بتطلع على حلقة بتكوني أنت مش محضرة مش جاهزة، بيحكوا لك الناس يا الله دكتور شو الكلام كان بالصميم، يا الله ما أجملها. هاي بيكون استخدمنا الله تعالى أن يتكلم فينا، أن نكون إناء طيبا يضع عطره فينا، فنوصل للناس رسالة. هذا ما حدث حقيقة بالصعود. نعم جميل يا أبونا ما تكلمت به. ونرجع لآية أشعيا النبي، لأنه في التعليم المسيحي كاتبين مشهد الصعود، من تعب نفسه يرى ويشبع. من تعب نفسه يعني من تعب إيده يرى ويشبع، عرق جبينه، وعم بيحكي عن السيد المسيح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها، عن السيد المسيح. هذا بأشعياء 11:53. طبعا من تعب نفسه يرى ويشبع، ما عم بيتكلم عن أي شخص، إنما حسب التشكيل الموجود على الكلمات هي من بكسر الميم وتعب بكسر الباء، أي أن الحديث عن شخص السيد المسيح، إنه من تعبه الخاص سوف يرى ويشبع. كرر كلمة يرى، كلمة يرى بعد الأشعياء النبي، عم نحكي عن العهد القديم. العهد القديم برضو كمان تنبأ في موضوع الصعود. كرر أشعياء النبي كلمة يرى مرتين متتاليتين في قوله يرى نسلا تطول أيامه، وأيضا في قوله يرى ويشبع. نعم دكتورة، يعني وكان ذلك ليؤكد حقيقة القيامة المجيدة، فقد رأى السيد المسيح فرحة التلاميذ بقيامته، ورأى فرحة السيدة العذراء بعد أهوال الصليب. بعد ما كمل هذا الحديث، واحد من اللي موجودين زي ما تقولي رفع إيده، قال له إحنا كيف بنصدق هذا الحكي اللي أنت بتحكيه؟ قال العلامة رح تكون ها أن العذراء تحبل وتلت. طلعوا في شو العذراء تحبل، ما تقول تحبل يعني بطلت عذراء. نعم. فقالهم هنا الإعجاز. نعم. اللي نبوءاتي هاي كلها راح تتحقق لما تتم إنه العذراء تحبل وتلت ابنه ويسمى عمانوئيل. نعم. أي إن الله معنا. ورأى أيضا فرحة باقي المريمات ويوحنا وباقي الأحد عشر رسولا بما في ذلك توما الرسول، وكذلك الرسل السبعين وباقي التلاميذ، إذ ظهر لأكثر من 500 أخ ليكونوا شهودا للقيامة. وفي شيء دليل يعني بيحكي نعم. بهذا الحكي انه ما في اشياء كثيرة ما انكتبت. نعم نعم. فأبونا اكيد يعني كمان هدول اللي شهدوا قيامة السيد المسيح رجعوا تبعوه. فمثل ما انت تفضلت، اللي بيعرف جبل الزيتون واللي زار جبل الزيتون، لانه من هناك صعد السيد المسيح، وفي كنيسة هناك كنيسة الصعود، فبيعرف انه مش زي اي جبال مش مأهولة، لا لكن كانت مأهولة. يعني في كتير من الشعب اليهودي كانوا ساكنين هناك بالجبل الزيتون، ورأوا صعود السيد المسيح من هذا الجبل من اعلى منطقة في اورشليم، فكانوا مع تلاميذ وايضا الرسل التلاميذ اللي تبعوا مع التلاميذ، مثل ما حكى الكتاب المقدس وأيضا التعليم المسيحي السبعين. نعم. وكذلك الرسل السبعين. نعم. غير التلاميذ اللي هن الأحد عشر لسه معينوا 12. نعم. وأيضا ظهر أكثر من 500، فاللي شاف القيامة مش بس التلاميذ والمريمات، اللي شاف القيامة وشاهدها وأيضا الصعود. نعم. كان على مرأة من الجميع ليثبت للعالم. صحيح. واللي موجودين انه انا نعم شاهدته. انت عارف انه واحد بيحكي يعني زي ما بقول كلمة بتتردد، شفته صعد، انا شفته قدام عيني صعد على السماء. وبعدين ظهرت ملائكة قال مثل ما شفته صعد سيعود ايضا على سحابة، يرجع كمان أيضا. كيف نستطيع اليوم أن نعاين ذلك الحدث اللي بحكم الهوة الزمنية ما بين أيام يسوع وما بين أيامنا؟ نعم. لم نكن موجودين ولم نكن للأسف الشديد. نعم. مع الجموع، كيف نستطيع اليوم أن نشاهد بحواسنا هذه الأحداث الخلاصية التي تمت؟ نعم. في ناس يستطيع ذلك كلما تعمق بالتأمل بالنص الإنجيلي. نعم. للصعود، وقعد في كنيسة، قعد في مكان وحاول أنه يستعيد هاي الأحداث، لأنه إحنا بالحقيقة كل أعيادنا المسيحية مش هي سوفونير، هي مش للذكرى زي أعياد ميلادنا أنه في هذا اليوم انولد فلان وفي هذا اليوم، لا، هي أن نعيش الحدث
وكأنه اليوم، وأن نستطيع مثلا بعيد الفصح بعيد الصعود أن نستطيع أن نعيش الحدث وكأننا فيه. نعم. وكثير الناس بالاسترشاد الروحي دكتورة بيجوا بيحكونا ككهنة أنه أنا شفت يسوع المسيح. نعم. بقول له كنا بنشوف يسوع المسيح بأعماله فينا. بيحكي نعم. لا أبونا أنا مثلا شفته بالحلم. في ناس كثير قد ما بتأمل قد ما بيصلي نعم. بيعطي الله أنا نعم خاصة بالضبط نعم. إنه يشوف شيء جميل ما نستطيع أن نعلق عليه، لأنه مرات كثير بيكون يعني بده يميز الإنسان إن هاي من هاي أشياء من 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 ربنا، رسائل بيوصل له إياها، أو لا سمح الله هي تكون هي مجرد يعني تهيؤات. نعم. لأنه في ناس بيقول لك مش بالحلم أنا بشوف، أنا نعم. بشوفه مشى من قدامي مثلا. فاليوم بين الطاقة والقوة العقلية الذهنية للإنسان، يستطيع الإنسان أن يعني عنده إمكانيات كثيرة بعد العلماء ما استغلوهم، يعني بعد عقل الإنسان في أشياء كثير ما استغلها. فأن يستطيع، نعم يستطيع العقل عنده القدرة هاي على أنه يشوف يسوع، بس هل أنه قديش يسوع بسمح إلنا إحنا نفوت بهالخصوصية ونحن ما زلنا في ضعف الجسد؟ هاي مهمة. يعني عظمة القديس البتول يوسف البار الطاهر اللي ربى يسوع المسيح، وكان يأتيه أغلب الرؤى بالحلم. نعم. بالحلم كمان، يعني مثلا مريم العذراء ما كانت تحلم لما شافت جبرائيل. نعم. الحدث الإنجيلي بيوضح إن مشاهدتها الحسية والعينية للملاك، صار في حوار بيناتهم. إذن في حلم، في تأمل عميق، في رسائل من الله. فبعيد الصعود بهمنا إحنا دائما، يعني وخصوصا إنه الكنيسة الغربية احتفلت والكنيسة الشرقية بعد، فصار في هاي الفترة كلياتنا بالصعود. يعني راح نحكي بعدنا بالصعود، الخميس بنحكي عن الصعود والخميس اللي قبله بنحكي عن الصعود. قديش نقدر إحنا نرتقي تنشوف الصعود؟ أنا بحكي بكل بساطة نستطيع أن نعاين حدث الصعود اللي هو الزمنية ما شفناه، أن نستطيع أن نراه في هذا الواقع المحسوس في حياتنا بالإدراك الحسي والعقلي، عندنا الإمكانية. بس يسوع دائما عنده هذا الذوق واللطف، أنا ذا واقف على الباب وأقرع. يسوع ما بطحش علينا، إذا إحنا بنستجب له هو دائما بقرع، هو دائما بيدق الباب، ولكن بيستنى جواب الإنسان. إذا أنت حاب تشوف صعود يسوع المسيح، بدك أنت ترتقي بنفسك، بدك تخفف من عاداتك السيئة، بدك تشتغل على حالك أكثر، بدك تتقرب من الكنيسة، بدك يكون في عندك مرشد اعتراف، كاهن أو راهبة أو شخص مكرس بالكنيسة يساعدك، يجاوب لك على أسئلتك، على تساؤلاتك، يعلمك الطريقة اللي أنت تريح فيها حالك للأسئلة اللي ما إلها أجوبة لا عند مرشدك ولا عندك، وتبقى في أسرار كثيرة يعجز الإنسان عن سبر غور كل هذه الحقائق اللي موجودة سواء العلمية أو اللاهوتية، بأي علم مش بس باللاهوت، في العديد من الحقائق التي تبقى هي ألغاز. ما بدي أحكي أسرار، بدي أحكي هي ألغاز تحتاج إلى بعض المعطيات يقدر الواحد يستوعبها، لا يستطيع وحده الإنسان، يستطيع الإنسان من خلال مرشد، من خلال الانتماء إلى الجماعات الكنسية المنظمة داخل الكنيسة مثل الشبيبة، مثل الكشافة، مثل الأخويات، تسمع كلمة ربنا بالبيت، كمان النورسات الفضائيات اللي بتنقل كلمة ربنا، بده يفوت بجو الصعود تيصعد. أما إنه على الريموت هيك يشوف، بده يشوف يسوع كيف بطير، يعني ما مش هذا الهدف. وطوبى يا أبونا لمن آمن ولم يرى. لما الإنسان يعي هذه المقولة ويؤمن، يؤمن فيها في كتير من الأشياء نحن نؤمن فيها نقرأها لكن لا نؤمن بمحتواها ولا بجوهرها. عندما يرى الإنسان أنه هو آت أيضا من العلي، من عند ربنا كإنسان، وإجى على هاي الأرض البسيطة يعيش فيها، وين راجع؟ راجع إلى السماء، فبده يعمل أعمال صالحة حتى يرجع إلى منزلة أو منزل أبيه، لأنه يسوع قال عد لكم منازل كثيرة، فإلنا هناك مكان منزل. فيعرف الإنسان إنه هو جاء من العلا وراجع إلى الأعالي. طبعا كل إنسان حسب المدة اللي بيعيشها، يسوع المسيح عاش 33 سنة، ممكن ناس تعيش 50، ناس تعيش 60، ناس تعيش 80. طبعا ربنا خلق الجميع إنه يخلق ويعيش للأبد، لكن طبعا مع الخطيئة الأصلية حكم علينا بالموت، ولا زال هذا الحكم قائم لحد الآن.
وللأسف كمان مع التغيرات وعمل الإنسان الشراني في البيئة وفي الأرض وفي المحيط اللي حوالينا من التلوث ومن الأبحاث اللي بتسيء للأرض وللبيئة، قصر عمر الإنسان وأصبح يتأثر بالأمراض وبالأوبئة وبالفيروسات، إجانا لفيروس كورونا وبعدين إجانا فيروس القرود، بقول لك في حالة هلا بالأردن امبارح أعلنوا عنها، لكن مثل ما خبرونا الدكاترة قالوا إنه فيروس القرود مش زي كورونا، انتشاره سريع كجدري لأنه هو جدري، القرود الفيروس جدري فانتشاره، بس مزعج لأنه حبوب وحكة، بس أقل ما فيها بنصير نعرف إنه هذا معه بنبعد عنه، مش زي الكورونا ما بنعرف إنه هذا مصاب أو لا، هذا أسهل يعني العلامة. يعني نعم، لأنه الانتشار المرض هو من ظهور البذور بالضبط، يعني هاي البذور اللي موجودة هي اللي بتعمل انتشار المرض، مش قبل الحضانة يعني. نعم لا، انتشار البذور. فالله ينجينا من كل هذا الشر اللي احنا في وسطه، وربنا يرحمنا كمان بهالعالم المتحكمين فينا، انه يرحموا الارض ويرحموا البشرية ويعوا انه هذه الارض ليست ملك لهم، هذه الارض ملك ربنا هي اللي خلقها، فنحافظ عليها، لانه كل انسان سيحاسب يوما ما على ما فعلت يده. فان من يزرع في صلاة هيك صغيرة او مثل ما تقول تأمل، إن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالخيرات والبركات فبالخيرات والبركات أيضا يحصد، من يزرع محبة يحصد محبة، ومن يزرع خصومة يحصد خصومة، ومن يزرع غفرانا يحصد غفرانا، ومن يزرع انتقاما يحصد انتقاما، من يزرع سلاما يحصد سلاما، ومن يزرع عنفا يحصد عنفا، من يزرع قداسة يحصد قداسة، ومن يزرع نجاسة يحصد نجاسة، من يزرع حكمة يحصد حكمة، ومن يزرع حماقة يحصد حماقة، ومن يزرع وفاء يحصد وفاء، ومن يزرع خيانة يحصد خيانة. دكتور صلاة جميلة جدا اللي بتحصده. نعم. ما زرعت يداك. بحب أوضح نقطة بسيطة. نعم. كنا نحكي فيها ومشينا عنها بسرعة، عن موضوع الموت لما حكينا عن العمر. نعم. وعن الكذا. أوكي، الموت هو نتيجة خطيئة الإنسان وهي، بس إحنا مع يسوع أنقذنا من الموت. نعم. يعني كانوا لزمان اللي يموتوا يروحوا على مثوى الأموات. نعم. خلينا نقول waiting room. نعم. لبيبي الجحيم. نعم. ولكن طبعا يسوع يعني أمات بموته الموت. نعم. أمات بموته الموت، يعني اي نعم احنا بنموت باعمارنا. نعم. اللي هنا، ولكن نعم. الحياه الابديه هي اللي هي الاصل، هي الاصل اللي بنعيش فيها الخلود بالضبط، اللي ما فيها حسابات بالسنوات ولا بالدوران الشمس ولا دوران الارض. نعم. ولا التعاقب الفصول، ولا اللي هي الحياه الابديه. اذا يسوع هو بي 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 بفدائنا فدانا ايضا من الموت. حبيت نعم. اوضح. نعم نعم نعم، معك حق ابونا. نعم. شكرا على كل المتابعين اللي تابعونا واللي ارسلوا لنا صباحات هم اللطيفة، ونتمنى انه بهذه الحلقة اجبنا على كل اسئلتكم اللي وردت لنا واللي ما وردت كمان، ويتكون هذه الحلقة مفيدة لكم في عيد الصعود المبارك. بنقولكم كل عام وانتم بخير، وفي حلوة حلوة لعيد الصعود اللي هي الزلابية عوامة أو زلابية. في ناس بيعملوا زلابية، في ناس عوامة عوامة، ف بس مش هاي الشيء المهلبية هاي. لا لا، يعني كل بلد لهم عادتهم يعني، كل حتى المهلبية لا لها عيد كمان، في عيد معين. بس انا مرة مذيعة، مرة دكتورة مذيعة بتقول لي عيد المعمول، عيد البيض في ناس بحكي، في ناس ما بدناش مرافقة للأعياد، مرافقة مش العيد بالضبط. فبنتمنى لكم أعياد مباركة وعيد صعود مبارك، واللي بيحتفلوا فيه الطقس الغربي والطقس الشرقي، وأيضا العنصرة، نحن جايين على عيد العنصرة أيضا، حلول الروح القدس وعيد تلي لومير بعيد العنصرة. أحلى الأعياد لهم. كل عام وانتم بخير، ولإلنا كل عام، ونحن كل عام وانتم بخير الجميع بألف خير يا أبونا. وأبونا قبل الانتهاء نعطي البركة و ننطلق بسلام. نعم. امين. اسلم لسانك. امين.
نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله أبونا. آمين. بنشكر على كل الأشخاص اللي كانوا على البث المباشر اليوم، طاقم الأردن وطاقم لبنان. نتمنى لكم نهار سعيد وعيادا مباركة يا رب، تحقق الأماني والأحلام وبالتوفيق لنورسات للوميير بعيد العنصر المبارك. فرح نحكي في الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة مميزة بهذه المناسبة. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل بنفس التوقيت يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحا. صباحكم نور. صباحكم نور. مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ترنم صلواتي ليل ومير، محبة وخير.